كتير مننا بيحب تربية الحيوانات الأليفة في البيت، والحقيقة دي حاجة مبهجة جدا، لكن في كتير مننا ما يعرفوش ان احنا عندنا قائمة طويلة جدا من الأمراض اللي بتتنقل من الحيوانات الأليفة للإنسان، وبنسميها زونوتيك ديزيز. في النص الأول من فيديو النهاردة هنتكلم على أمثلة قليلة جدا من الأمراض اللي بتنقلها الحيوانات لينا، أما النص التاني من الفيديو هنتكلم تحديدا عن القطط وأهم الأمراض اللي ممكن القطط تنقلها للإنسان، وهنتعرف على أشكالها بشكل بسيط، وكمان هنتعرف على أهم العلاجات ليها. خليكم معايا. السلام عليكم، انا حسين لطفي وحضرتك بتتابع قناة اوكتوبس فارماسيست، حلقة كل يوم ثلاث من لازم تعرف. اهلا بيك. في البداية وكالعادة دي تهنئة بسيطة لكل الناس اللي بتتابعنا وبتتفاعل معانا، وزي ما اتفقنا في نهاية كل حلقة هتلاقي فيه سؤال، اجابة السؤال هتلاقيها مستخبية في الحلقة او هتلاقيها موجودة في لينك اسفل الحلقة. بالتوفيق للجميع. في البداية لازم نعرف ان وجود الحيوان مع الانسان ده موجود من قديم الازل. الحيوان دايما مختلط مع الانسان بجميع الاشكال، ممكن للتربية زي الاغنام والابقار والكلاب والقطط وغيرها، او الحيوانات دي موجودة في البيئة غصب عن الانسان زي مثلا تواجد الحشرات الكتيرة جدا حوالينا. والحيوانات بتحمل امراض كتيرة جدا، ومناعتها قادرة ان هي تقاومها، قادرة ان ما يظهرش عليها اعراض للمرض. وبسبب ان مناعة الانسان مختلفة عن مناعة الحيوان، لما بيتنقل المرض ده من الحيوان للانسان بتبدأ تظهر عندنا امراض باشكال مختلفة. والعدوى اللي ممكن تتنقل من الحيوان للانسان حاجات كتيرة جدا، ممكن تكون بكتيريا، ممكن تكون فطريات، ممكن تكون فيروسات، ممكن تكون ديدان، اشكال كتيرة جدا من الامراض ممكن تتنقل لينا عن طريق الحيوان. في نقطة مهمة جدا، انتقال العدوى من الحيوان للانسان ممكن يقف عند المرحلة دي، وممكن في بعض الحالات يتنقل من الانسان للانسان، دي بتختلف على حسب طبيعة المرض نفسه. وكمان فترة الحضانة بتاعت المرض عند الانسان بتختلف على حسب المرض. في امراض بمجرد ما تتنقل للانسان في خلال ساعات بسيطة جدا بتبدأ تظهر عليه الاعراض، لكن في امراض بتاخد لها سنين طويلة جدا وهي كامنة جوه جسم الانسان، وبعديها تبدأ تنشط وتظهر الاعراض على الانسان. ففترة حضانة المرض مختلفة على حسب المرض نفسه. وحاليا في امراض بتتنقل من الانسان للانسان ونسينا في الاساس ان هي كانت موجودة عند الحيوان واتنقلت للإنسان. زي مين؟ زي الحصبة والدفتيريا والسمول بوكس والضرن أو السل الرئوي. الأمراض دي حاليا معروفة إن هي مصدرها الأساسي عدوى من بشر لبشر، لكن أساس العدوى دي جاية من الحيوانات. واوعى تتخيل إن الأمراض دي هتختفي، كل كام سنة كده بيظهر لنا مرض بيكون سببه الأساسي جاي من الحيوانات. يعني لو حضراتكم تفتكروا سنة 99 تقريبا ظهر فيروس بيسموه نيبا فيروس. النيبا فيروس ده ظهر في ماليزيا لما بدأوا يكتروا جدا من تربية الخنازير في مزارع معزولة، والمزارع دي كان فيها خفافيش بكمية كبيرة جدا. الخفافيش نزلت عضت الخنازير ونقلت ليها الفيروس ده، وانتشر الفيروس ده بشكل وبائي في ماليزيا سنة 99. وكمان الاسبوع اللي فات اتكلمنا عن الحج وفيروس الإيبولا او فيروس الوحش، الفيروس اللي عامل ضجة كبيرة ورعب كبير على مستوى العالم، والفيروس ده اتنقل كذلك عن طريق الخفافيش، وهسيب برضو لينك الحلقة اسفل الفيديو للي عاوز يرجع له. طب ايه هي اشهر طرق انتقال العدوى من الحيوان للانسان؟ الحقيقة عندنا 6 طرق مهمين جدا، طبعا في طرق تانية ولكن دي اشهر طرق ممكن يتنقل عن طريقها العدوى. اول حاجة العض، على سبيل المثال في حالة الكلاب لما تنقل لي العدوى بتاعت الريبز، او الحاجة التانية عن طريق اللدغ زي في حالة الناموس، او الحاجة التالتة التلامس مع الوبر او الشعر بتاع الحيوان زي ما حصل في انتقال مرض الانثراكس او الجمرة الخبيثة لما اتنقلت من الوبر بتاع الاغنام للانسان وعملت مشكلة كبيرة جدا في الرئة، او عن طريق مخلفات الحيوان البول والبراز بتاع الحيوان اللي بتكون موجود فيها المرض ويتنقل للانسان عن طريق الاكل والشرب لحاجات اللي مش مغسولة كويس، على سبيل المثال السالمونيلا والايكولاي وغيرها. وعندنا عن طريق اللعاب او الدموع بتاعت الحيوان زي القطط والكلاب وغيرها.
وده كان مثال واضح عليها مرض السلازية اللي اتكلمنا عنه. والطريقة السادسة عن طريق التنفس زي في حالة الإنفلونزا. سنة 1918 ظهرت الإنفلونزا الأسبانية وأبادت عدد كبير جدا من الناس على مستوى العالم، ودي كان سببها الرئيسي هي الدواجن الفراخ اللي كانت عندها الفيروس ده، والفيروس اتنقل للإنسان وعمل عدوى كبيرة جدا. سنة 2009 ظهرت انفلونزا، بس انفلونزا الخنازير، لما الانفلونزا البشرية اندمجت مع انفلونزا الخنازير واتنقلت مرة تانية للإنسان. تعالوا بقى بينا سريعا نتعرف على 16 مرض بيتنقلوا من الحيوان للإنسان، وهسيب لحضراتكم ملف أسفل الفيديو دوت فيه أمراض كتيرة جدا ممكن تتنقل من الحيوان للإنسان، لكن أنا اخترت 16 مرض دول لأنهم مشهورين جدا ما بيننا وناس كتيرة جدا فاكرين إنه هو مش من الحيوانات أساسا. أول حاجة مرض النوم، المرض اللي بيتنقل عن طريق طفيل التريبانوسوما، والمرض ده بيتنقل الإنسان عن طريق الناموسة المشهورة للتسيتسي، وطبعا من اسمه كده بيخلي الإنسان نايم طول اليوم. المرض الثاني هو البروسيلا أو اللي بيعمل لي مرض الحمى الملطية، وده بيتنقل للإنسان عن طريق إن الشخص بيشرب الحليب بتاع الأغنام والأبقار اللي عندهم المرض ده وبدون ما الشخص يغليه، وطبعا دي عادات خطأ كبيرة جدا بتحصل عندنا في الأرياف، يقول لك الحليب ده لسه بخيره ويروح شارب على طول. الكلام ده مش صحي، لازم الحليب يتغلي كويس جدا قبل ما نشربه أو نديه لأطفالنا. الحاجة التالتة البليج أو مرض الطاعون، المرض تقريبا انتهى من العالم إلا في بعض الأماكن والدول اللي عندها مستوى متدني جدا من النظافة. المرض ده موجود في الأساس في الأبقار وموجود في الأرانب وموجود في الفيران، واللي بينقل المرض ده من الحيوانات دي للإنسان هي البراغيث. البكتيريا دي لما تتنقل للإنسان بتعمل صداع وسخونة وترجيع وألم في الجسم، ولكن خطورتها الأساسية إنها بتروح تركب على الليمف نود، وهنا بتبقى المشكلة إن هي ممكن تعمل تسمم في الدم وينتهي المرض بالوفاة. طبعا الطاعون ده معروف من سنين طويلة جدا، ولكن في العصر الحديث كان أشهر حادثة للطاعون كانت في الحرب العالمية الثانية لما اليابان ربت قنبلة على الصين بيسموها القنبلة البرغوثية، هي اسمها كده قنبلة برغوثية، قنبلة فيها عدد كبير جدا من البراغيث بيكون حامل للمرض ده، مرض الطاعون. ولما نزلت القنابل دي على الصين وانتشرت البراغيث نقلت المرض ده للإنسان، وطبعا كانت حادثة بشعة جدا. المرض الرابع هو مرض الكلاميديا، المرض المشهور حاليا انه بيتنقل فقط عن طريق الاتصال الجنسي، ولكن المرض ده في الأساس جايين له من الحيوانات تحديدا من الأغنام، وحاليا ما تسمعش حد خالص يتكلم على الكلاميديا ان هي جاية من الاغنام، دايما بتبقى طرق العدوى اللي مكتوبة في كل الكتب انها جاية عن طريق الاتصال الجنسي. المرض الخامس لكريبتوكوكوزيس، المرض ده في الاساس عبارة عن فطر، الفطر ده بيتنقل عن طريق التنفس وبيكون جاي في الاساس من الحمام، الناس اللي بتربي حمام لما بتستنشق بقايا الفضلات بتاعة الحمام الناشفة اثناء تنظيف العشش والكلام ده بيتنقل لها الفطر ده وبيأثر بشكل كبير جدا على الرئة، وبيتنقل لها الفطر ده عن طريق التنفس. الحاجة السادسة مرض الديروفيلارييسيس، الحقيقة ان المرض ده خطير جدا، المرض ده بيتنقل عن طريق لدغ الناموس، ولكن المرض ده في الاساس جاي من الكلاب والقطط والأرانب وموجود في أغلب الزواحف، ولما يتنقل للإنسان بيكون دودة كبيرة جدا بتقفل لي الشريان الرئوي والقلب. المرض السابع فيروس الإيبولا، واتكلمنا عليه قبل كده وعرفنا ان هو بيجي من الخفاش. المرض الثامن مرض الضنك اللي بيعمل لي حمى الضنك، وده موجود في أغلب الحيوانات زي الجمال والمواشي والأغنام وغيرها، والناموس هو اللي بينقلها للإنسان ويعمل لي حمى من اسمها حمى الضنك، وممكن تعمل نزيف أو هرش جلدي شديد جدا. المرض التاسع مرض الفاشيولا، الحقيقة إن دي دودة خطيرة جدا بتتنقل للإنسان عن طريق إن شخص بياكل حاجات ملوثة ببراز وفضلات الحيوانات، ببساطة واحد قاعد في الغيط عمال يقطع وياكل من غير ما يغسل الاكل اللي هو بياكله، ده بينقل له مرض الفاشيولا. او ام بتجيب الخضار والفاكهه من السوق بدون ما تغسله كويس وتاكله لاطفالها، طبعا ده خطر كبير جدا لانه من ضمن الامراض اللي بتتنقل هو الفاشيولا. الفاشيولا دي عباره عن دوده بتروح تعيش في الكبد وتقفل لي مجرى المراره، طبعا ده بيزود لي الصفره في جسم الانسان بشكل كبير، وكمان بيرفع لي انزيمات الكبد بشكل كبير جدا، من الاخر دي كارثه. الحاجة العاشرة تشيجيلا سالمونيلا الإيكولاي، طبعا
طبعا الحاجات دي بتعمل اسهال شديد جدا عند الانسان، ودي بتتنقل عن طريق المخلفات الحيوانية، عن طريق الحليب الغير مبستر او الخضروات والفاكهة الغير مغسولة، هيتنقل عن طريقها الامراض دي وتعمل اسهال شديد جدا عند الانسان. الحاجة ال11 الجارديا، طبعا دي اشهر من نار على العالم، اغلبنا سمع عنها، ودي بتتنقل للإنسان عن طريق شرب المية الملوثة بفضلات الحيوانات. واحد بيستحمى أو بيتوضأ ويشرب مية من الحنفية مباشرة، والحنفية دي بيكون فيها بقايا الجارديا. الحقيقة أن هي بتصيب أغلب الناس، لكن مخاطرها الشديدة جدا بتظهر مع الناس اللي مناعتهم ضعيفة أو مع الأطفال، ودي لما بتظهر بتعمل مغص شديد، إسهال حاد، الوزن بينزل، الطفل بيبقى دايما عاوز يرجع، ولو الموضوع اتطور شوية ممكن يحصل نزيف مع البراز، ودي موجودة في فضلات أغلب الحيوانات. المرض الـ12 الهيستوبلازما، وده فطر موجود في أغلب الطيور زي الدجاج زي البغبغانات، وده بيتنقل عن طريق التنفس ويروح يقعد في الرئة، والمرض ده فعلا خطير جدا لو ما تلحقش، ممكن يوصل في النهاية لوفاة لو فعلا ما خدناش العلاجات المناسبة ليه. وأعراضه لما بتظهر على الإنسان بتبقى أعراض بسيطة أشبه بأعراض الإنفلونزا، والموضوع فعلا بيتطور بشكل سريع. المرض الـ13 مرض الليبروزي أو الجزام، أغلبنا طبعا سمع عن المرض ده، ومرض قديم جدا. حاليا كل الكتب بتقول انه بيتنقل من الانسان للانسان، لكن المصدر الاساسي بتاعه هو الحيوان، بيظهر في الارانب، بيظهر في الحمير. الحقيقة ان المرض ده غريب جدا، فترة الحضانة بتاعت المرض ده بتوصل تقريبا لعشرين سنة، يعني شخص بيفضل حامل المرض وما بيظهرش عليه اي اعراض تماما لمدة عشرين سنة. ولاننا حتى الان مش عارفين الطريقة الاساسية لانتقال الجزام من شخص للتاني، علشان كده اغلب الدول اللي ظهر عندها المرض ده بتعمل مستعمرات للمرضى اللي عندهم جزام، زي عندنا في مصر مثلا يقول لك مستعمرة ابو زعبل، دي عبارة عن تجمعات سكانية كبيرة جدا للناس اللي عندهم المرض ده، بياخدوا علاجات بشكل مستمر ولكن بيعيشوا مع بعض، لان احنا مش عاوزين ننقل المرض منهم لشخص سليم. والمرض ده لما بيظهر بيظهر على الجلد، بيظهر في الرئة، بيظهر على الاعصاب، وبتيجي هنا الخطورة، انه لما بيركب على العصب بيدمر العصب نفسه، بيدمر الاحساس، علشان كده الاطراف بتاعت الشخص ده بتتساقط منه بدون ما يشعر اساسا باي الم. عندنا مرض اللايم ديزيز، المرض ده بيتنقل من الحيوانات المنزلية كلها، وبيتنقل عن طريق حشرات التكس، عن طريق القرص بتاع الجلد تنقل لنا البكتيريا اللي بنسميها البوريليا، وطبعا ده بيعمل حساسية وحكة شديدة جدا. المرض الـ15 ده الريبز او ده الكلاب، اغلبنا بيكون متوقع ان هو بيجي فقط من عضة الكلب لان دي المشهورة، لكن الحقيقة ان المرض ده مش بيتنقل عن طريق الكلاب بس، ممكن بيتنقل عن طريق عضة الكلاب، عضة القطط، عضة الحمير، ممكن عضة الأغنام، اي حاجة من الحيوانات دي ممكن تعض الانسان وتكون مصابة بالمرض ممكن تنقله للانسان بشكل كبير. والمرض ده فيه مشكلة خطيرة جدا، ان هو بيروح مباشرة على مراكز في المخ ويعمل التهاب شديد جدا في الدماغ. الالتهاب اللي بيعمله في المخ بيخلي الانسان يعمل حركات لا ارادية، وكمان بيخليه دايما خايف من المية، ويمكن بسبب غرابة الاعراض دي السينما استعملت الاعراض دي في افلام الزومبي. والاعراض دي الحقيقة لو بدأت تظهر وما خدناش العلاج المناسب ليها عادة بتنتهي بالوفاة، لكن لحسن حظنا الاعراض دي بتاخد لها تقريبا من شهر لثلاث شهور، فاي شخص بيتعض من الحيوانات دي على طول مباشرة بيرجع ياخد العلاج المناسب ليها. اخر مرض عندنا وهو التيوبركلوزس، او هتلاقيه باسم تي بي، تيوبرسيل باسيلاي، او المعروف باسم السل او الدرن الرئوي. طبعا حاليا مشهور انه بيتنقل عن طريق التنفس، ولكن الاصل في العدوى ديت جاي عن طريق المنتجات الحيوانية زي الحليب. الحقيقة ان الدرن او السل من اصعب واغتت الامراض في العلاج، لان ببساطة هو موجود في الرئة والتكاثر بتاعه بطيء جدا، علشان كده بنحتاج انواع مضادات حيوية كتيرة وبنستعملها فترات كبيرة جدا علشان نقدر نقتل المرض ده، او على الاقل نحجمه. ولكن للأسف بسبب استعمالنا الخاطئ للمضادات الحيوية كل فترة المرض ده بيعمل مناعة من نوع من الانواع بتاعة المضادات الحيوية. المرض ده طبعا مشهور جدا واغلبنا سمع عنه او شافه، بتكون اعراضه عبارة عن كحة، والبلغم اللي طالع مع الكحة بيكون بلغم دموي، وبيحصل سخونة وعرق شديد، والشخص بينزل في الوزن بشكل غير طبيعي. دي مجرد أمثلة بسيطة على بعض الأمراض اللي بتتنقل من الحيوان للإنسان، ومحدش عارف الأقدار مخبية لنا إيه. يلا بقى نتكلم على أشهر ست أمراض بتتنقل من القطط تحديدا للإنسان.
الحقيقة ان سلسلة الامراض اللي بتتنقل من القطط المنزلية للانسان كتيرة جدا، والهدف من الفيديو دوت ان احنا ما نخوفش الناس، الهدف ان احنا نوعي الناس. اي حد اخد قرار انه يربي حيوان عنده في البيت يبقى لازم يراجع الدكتور البيطري بشكل دوري، يعرف هل الحيوان ده سليم ولا عنده مرض علشان ما يتنقلش المرض ده للانسان. وكمان لازم كل حيوان ليه تطعيمات مهمة جدا بياخدها في فترات مختلفة من عمره، فالكشف الدوري على الحيوانات المنزلية وتحديدا القطط حاجة في غاية الأهمية. أول وأشهر مرض وتقريبا بشوفه بشكل شهري هو الإمبيتيجو أو الأوبة. دي عبارة عن بكتيريا من نوع الاستاف بتتنقل عن طريق الفرو بتاع القطط. التلامس ما بين جسم الإنسان والفرو بتاع القطط بينقل المرض ده للإنسان، ودي بتظهر على هيئة قرح صغيرة بتبقى موجودة حوالين الفم والأنف، وساعات بتظهر في الإيدين والرجلين. ولما القرح دي بتنفجر بينزل منها سائل أشبه بالعسل، ولما ينشف بيكون موجود في قشور بنية صغيرة على المكان بتاع القرح دي. عادة الإمبيتيجو بيصيب الناس اللي مناعتهم ضعيفة شوية. بالنسبة للعلاجات الموضوع بسيط، بستعمل أي مطهر على المكان اللي ظهر فيه المرض، بستعمل كريم مضاد حيوي، وكمان باخد مضاد حيوي بالفم لو فعلا الشخص اللي قدامي مناعته ضعيفة. الأغلب باخد يا إما سلفا دراج يا إما باخد دوكسي سايكلين. المرض التاني ويمكن ده مفاجأة لأغلب الناس اللي بتشوفني، مرض الإتش بايلوري أو هيليكوباكتر بايلوري، أو معنى أصح جرثومة المعدة. طبعا جرثومة المعدة أو الإتش بايلوري ده نوع من أنواع البكتيريا اللي بتعيش في المعدة، والسبب الرئيسي اللي بتخلي قرحة المعدة ما تتلقمش، وفي حالات نادرة ممكن يوصل المرض هنا لسرطان المعدة. وموضوع قرحة المعدة ده موضوع كبير جدا وان شاء الله هناخده في حلقة منفصلة، ولكن لازم نعرف ان الاتش بايلوري من اخطر انواع البكتيريا لانها مقاومة بشكل كبير جدا لانواع كتيرة جدا من المضادات الحيوية، علشان كده كل فترة بنلاقي البروتوكول بتاع العلاج بتاعها بيتغير. فالناس اللي بتجي لهم قرحة معدة وبيروح يكشف ويلاقي عنده اتش بايلوري وياخد العلاج وترجع له العدوى مرة تانية، لازم يفتش في الوسط اللي هو عايش فيه، ممكن تكون قطط موجودة في المكان اللي هو عايش فيه وما يعرفش انها بتنقله العدوى مرة تانية. والاتش بايلوري بتتنقل للانسان من القطط عن طريق السوائل اللي نازلة من القطط نفسها زي الفضلات، البراز او البول. المرض الثالث التهاب الملتحمة او الاكيوت كونجنكتيفايتس، وده فيروس من مجموعة الكالسي فيروس. طبعا بيكون شكله مشهور جدا، بيعمل احمرار والتهاب وحكة في العين وصعوبة في النظر وخوف من الاضواء القوية. وطبعا الفيروس ده معدي جدا، يعني بيتنقل من الانسان للانسان بشكل سريع جدا، علشان كده اي حد هيظهر عنده الفيروس ده لازم يتجنب التلامس مع اي حد في البيت، لازم الادوات بتاعته تبقى خاصة بيه لوحده، كل الملابس بتاعته تتغسل لوحديها، والفوط اللي هيستعملها تبقى خاصة بيه لوحده، تتغسل وتتنشر لوحديها. ليه؟ لان زي ما احنا قلنا الفيروس ده بيتنقل بشكل سريع جدا وسهل جدا ما بين الانسان والانسان. بالنسبة لعلاج الفيروس ده الافضل ان احنا نراجع الطبيب، لان بسهولة جدا الفيروس ده يعمل سكندري انفكشن ويكون معاه كمان بكتيريا، لكن العلاج الاساسي بيكون قطرة كورتيزون وكمان قطرات مرطبة للعين. المرض الرابع وهو التوبركولوزس او الضرن اللي احنا اتكلمنا عليه من دقيقتين. المرض الخامس التوكسوبلازما، طبعا ده بارازايتس مشهور جدا وبيتنقل للانسان غالبا من القطط، وده بيكون موجود في الاكل اللي احنا بناكله، وبيكون الاكل ده ملوث بفضلات القطط، لكن بيتنقل من الانسان للانسان عن طريق الولاده، يعني الام الحامل بتنقله لبنتها او ابنها اثناء الولاده. المرض ده مشهور في العالم ان هو ليه ارتباط وثيق جدا بالاجهاض، ان هو فعلا وجود في الرحم عند الست ممكن يعمل اجهاض، ولكن للأمانة كل كام سنة بيظهر عليه دراسات كبيرة جدا، مرة يتقال ان هو مرتبط فعلا بالاجهاض ومرة يتقال ان هو ملوش علاقة بالاجهاض، ولكن الواقع بيقول ان هو فعلا ليه علاقة كبيرة. اغلب البنات بيكون عندهم المرض ده، لما بيتنقل لهم وهم صغيرين الاعراض بتظهر بشكل بسيط جدا، محدش بيفكر اصلا ان هو توكسوبلازما، يعني اعراض انفلونزا، حرارة، صداع، الام في الجسم، 3 4 ايام والمشكلة بتختفي. لكن الحقيقة ان توكسوبلازما بتختفيش، هي بتهرب وتعيش في الرحم بتاع البنت وما بتحسش باي مشكلة غير لما تكبر وتتجوز ويحصل مرة واثنين وثلاثة اجهاض. هنا الدكتور بيبدأ يعمل فحوصات كتيرة وتحاليل كتيرة، من ضمن التحاليل دي التوكسوبلازما،
والواقع بيقول ان الدكتور اللي بيعالج الامراض دي من ضمنها التوكسوبلازما بيحصل حمل. والعلاج بتاعها الحقيقه بسيط، ممكن استعمل الكليندامايسين او الصلفة، لكن لو الست حامل فعليا ما باخدش غير السبايرومايسين. اخر مرض عندنا هو البارتونيلا او المعروف باسم خدش القط او خربوش القط. ده نوع من انواع البكتيريا بيتنقل الانسان عن طريق البراغيث، يعني البرغوث هو اللي بينقل المرض من القطط للانسان. واعراض المرض ده سخونة وتعب وآلام في الرقبة وفي الجسم، وأشهر حاجة بيعملها المرض ده وهو الحكة، ولكن الهرش والحكة اللي بيعملها بتكون ليها أشكال مميزة جدا، فعلا تحس كما لو كان قط هو اللي مخربش الشخص دوت، علشان كده بيسموها خربوش القط. طبعا العلاج بتاعه معروف، ان احنا نشيل المصدر بتاع المرض نفسه، نعالج القط من البراغيث الموجودة ونرش البيت كامل من البراغيث، واهم حاجة نظافة الشخصية، وناخد مضادات حيوية زي الماكرولايد او تتراسايكلين. في نهاية الحلقة اتمنى نكون قدمت لحضرتك معلومة جديدة ومفيدة، والناس اللي بتحب الحيوانات والقطط ياريت ما يزعلوش مني، الهدف من الحلقة هو التوعية فقط لا غير. في النهاية ما تنساش، ده سؤال الحلقة، دور على الاجابة وسيب لي اجابتك في التعليقات. كل الماتيريال والمصادر وكمان الحلقة هتلاقيها موجودة في لينك اسفل الحلقة، تقدر حضرتك تحمله بشكل مجاني. في النهاية ياريت لو عجبك محتوى الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير. شكرا، واشوفكم الحلقة الجاية من أوكتوبس فارماسيست. في امان الله.